نورمالمون حيت حتى هي من حقها انها تطلب ولا يعجبها الواحد ولا هذا واحد الحق انه خاصو يكون عندهم كاملين. كتجينا غريبه بوتيتر حيت المجتمع ديالنا ولف انه الراجل هو اللي خاصو يمشي يدير داكشي، ولكن يعني انه انا جوفو انه ما فيها حتى شي عيب انه البنت تطلب من الواحد انه يتزوج بها. حشومه مشي انا حكه باش نو نمشي ندق في بابهم، السلام عليكم. وعليكم السلام. طالبه رغبه في ولدكم شويه ناقصه. هي خايفه شي شويه، ولكن الحاليه انا خايف تخطبك هاني تبار عليا تعطيني الصداق المهر ديالي تخطبني والله شي هاني مولين الطريقه في الاولى. هذيك الساعه نكون فرحان بزاف تقص عليه بزاف ديال الخطوات، ولكن بشرط اخويا هو تجبي شي ثلاثه ثلاثه من الحاجه. ما يمكنش حيت العادات عاوتاني والتقاليد ديالنا كاع ما كيقولوا بحال هكا مثلا في المغرب خاصه، ولكن الا مشينا لدول وحده اخرى يمكن. انا كأم ما غنقبل ليهاش، على ود في التقاليد ديالنا المغربيه الرجل هو اللي كيجي يخطب. واخا امنا عائشه كانت خطبات النبي صلى الله عليه وسلم رسول وهذا، ولكن هذا الشيء ما بقاش. ما قدروش شي وحده تجي تدق عليك يعني تقبلها هكاك، راه كعرف التقاليد ديال المغرب واخا تكون ملعقه واخا تكون كيما بغات تكون هذه راه ما تقبلهاش. واخا المراه زعما توصل لاي مرتبه وصلت لها في حياتها دار ولا تسوق الطياره ولا اي حاجه، كيبقى الراجل هو اللي خاصو يمشي يدق عليها ويخطبها من دارهم. كتجي شويه ناقصه ان البنت تجي تخطب الدري، يعني بحال اللي كطيح من. واخا هي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ان امنا عائشه هي اللي خبط الرسول صلى الله عليه وسلم، كيبقى هذاك سيت النوم هو اللي خاصو يجي عندي، هو اللي خاصو يدق داري، هو اللي خاصو المهم بدينيا وكلشي هو اللي خاصو يجي ويطلب يدي من عند بابا وداكشي.